يقول السائل أحرمت من رابغ أحرمت من رابغ وأديت عمرة وأريد زيارة المدينة المنورة ثم العودة إلى هنا يعني بمكة لإحرام من أبيار علي، وهل هذا جائز؟ إن كان قد أتى من المغرب أو من مصر أو من الشام فميقاته الجحفة، الجحفة وهي عند رابغ، قريبة من رابغ، فإذا أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير ألا بأس. أما إن كان جاء من المدينة، جاء عن طريق المدينة، فلا بد أن يحرم من أبيار علي، لأن حكمه حكم أهل المدينة. إذا جاء على الميقات المدينة فإنه يكون حكمه حكم أهل المدينة فيحرم من أبيار علي، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن، يعني لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا كان جاء من هذه الجهة، من مصر أو من الشام أو من المغرب، عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو عن طريق البر، فإنه يحرم من الجحفة أو من رابغ، لأن رابغ عند الجحفة. وإذا أراد بعد ما أدى العمرة أراد أنه يذهب للمدينة ويريد يأتي بعمرة ثانية، فإنه يحرم من ميقات المدينة، يحرم من أبيار علي للعمرة الثانية إذا رجع من المدينة. نعم.